برحب بحضراتكم مره اخرى، والفقره بنستناها من اسبوع لاسبوع، الفقره الدينيه، ختام اسبوع صباح دريم مع الداعيه الاسلاميه الاستاذه نهير اسماعيل. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ومره اخرى عوده لتزول الجبال ولا يزول. تزول الجبال ولا يزول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه احنا كنا الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن يوم اليتيم فقطعنا فنعمل التذكره. احنا قلنا ان فكره تزول الجبال ولا يزول معنى عايزين يتحقق في حياتنا، وان احنا نبقى اوتاد تثبت هذا البلد العظيم اللي احنا بنعيش فيه، مصر العظيمه. يعني تزول برضو عشان نفكر الناس. تزول الجبال ولا يزول الايمان اللي جوانا، اللي جوانا والقوه وما الى ذلك. الثبات. والثبات. بالظبط. قلنا الجبال بتثبت الارض، لكن الانسان الواثق من نفسه، الواثق من نفسه طبعا بثقته في ربه سبحانه وتعالى بان ربنا لن يضيعه يا رب، ولن يضيع لنا هذه البلد العظيمه يا رب. واللي بيعمل جهد ما بيروحش، فيبقى الإنسان عنده دايما ثقة في الله سبحانه وتعالى، فيبقى ثابت، وثباته يثبت غيره. هذه هي العظمة. فإحنا قلنا إن سيدنا داود سأل رب العالمين على ده، أحب العباد مين ليك رب عشان أنا أحبه؟ فقال له تقي القلب نقي الكفين، لا يأتي أحد بسوء، ولا يمشي بين الناس بالنميمة. شوفي كم صفة، تزول الجبال ولا يزول. وقلنا إن ثباته ده بعدها إيه؟ أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى عبادي يا رب. فهي دي تزول الجبال ولا يزول. وتكلمنا عن علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم بالجبال، وقلنا الجبل الأول جبل للتفكر ليس جبل للتطرف. وتكلمنا عن لما جه ملك الجبال، لما راح الرسول للطائف وأوذي، وإزاي إنه قال لو شئت أطبق عليهم الجبال فرفض النبي، وكانت النتيجة وقفنا عند زيارة الإسراء والمعراج، وكيف أصبح هو مجلى لتجليات رب العالمين على قلب الشريف. فكل ما انت بتصلي عليه بتاخدي من هذا النور، من نور النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب. الخطوة اللي كانت بعد كده انتقال النبي لبناء الوطن، ودي بقى النقطة المهمة جدا، الانتقال لبناء الوطن. 13 سنة النبي اهتم بالإنسان قبل البنيان، عمارة الإنسان الأول. يعني احنا بنقول انه بنشتكي من وطننا في حاجات كثيرة جدا، ومش عاجبنا ولا حاجة، وعايزين الدولة زي ما تكلمنا إسلامية، وعايزين نحقق الإسلام. فين أنت؟ هل أقمت دولة الإسلام في قلبك حتى تقوم على أرضك؟ 13 سنة النبي بيربي ده. ومن أهم صور التربية اللي كان بيربيهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا ما استجبش حتى لرغبة العنف في نفسي. لما سيدنا خباب قال له يا رسول الله القاذمين الغيظ، ايوه، الا تستنصر لنا؟ بصي التربيه حتى ان ما استجبش لهذه الدوافع، ان انا ما استجبش لدوافع ان انا اكسر في بلدي وان انا احطم في مكه، رغم ان انت على حق يا رسول الله، ما تستنصرش لنا يا رسول الله. فالنبي قلنا احمر وجهه عليه الصلاه والسلام، وقال له قد كان من قبلكم يمشط بامشاط الحديد فيصبر ولا يصرف ذلك عن ديني. فالعبرة ان انت مش عاجبك الحال، في وقت ما تستطيعش تحقق فيه مبادئك، ابسط شيء انك ايه؟ تنعزل ولا تحطم، ده لو انت على حق حتى. فالنبي 13 سنة يربيهم على هذه الاخلاق، حتى الانتقام حين يصبح شهوة، في شهوة للانتقام. هي في الحالة دي سلمية مش سلبية، هي سلمية من النبي عليه الصلاة والسلام، ليس سلبية امام الاحداث، لان المدار في التدمير هتبقى اكتر من المنافع. فالنبي عليه الصلاة والسلام انتقل بالوطنية بقى هنا لمعنى أعمق في هجرته إلى المدينة. وقلنا إن الجبل اللي في النص كنا اتكلمنا عنه قبل كده في رأس السنة الهجرية، إن النبي آوى إلى الله ولم يأوى إلى الجبل. فلما جينا في سورة الكهف إذ آوى الفتية إلى الكهف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، فأنزل الله سكينته على النبي، أو فأنزل الله سكينة النبي على سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وانتقل النبي من هذا الجبل الأخير بقى في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان أنا أنتقل لمرحلة البناء. قلنا أن العلماء حطوها لنا في 4 نقاط جمال جدا. قالك أول حاجة لازم تبقى فاهم أنت اللي عايز تبقى الخليفة. قلنا عايز يبقى فاهم العلاقة بين الخلافة والتسخير. رب العالمين دي سخر لك حاجات أنت مش تعبانة فيها، يعني الهواء، المية، الطعام، الرزق، في حاجات أنت مش تعبانة فيها. طب ليه رب العالمين جبتها لنا كده بدون جهد؟
عشان رب العالمين مش حابب يجيبك كرها، يريدك أن تأتي طواعية، يريدك أن تأتي بالتفكير. رب العالمين ذاته سبحانه وتعالى جل جلاله لم يريد أعناقا تأتي إليه، لعلك باخع نفسك إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لا خاضعين. إحنا عايزين قلوب محبة، مش ناس تجبر على وضع معين. فرب العالمين سخر لك ده، فلازم عشان تبقى خليفة حضرتك لازم تبقى فاهم إن أنت مسؤوليتك عن هذا الكون تقتضي أن هذا الكون لك ولغيرك. فقال لك يبقى إذن هتنتقل لتاني نقطة، أول واحدة الخلافة والتسخير، تاني حاجة الحق والواجب. الحق والواجب عندنا في الإسلام وجهان لعملة واحدة. الحق والواجب عندنا في الإسلام وجهان لعملة واحدة، يعني زي ما الإسلام بعمل حاجة جميلة جدا، إداك إن أنت حق المعتقد أنا مسلم ومعتز بإسلامي، ده أنت مش واجب إنك تسمح لغيرك فقط إن يكون عنده حق معتقده، لا ده أنت بتدافع له عنه وتحافظ له عليه وبنحمي. ده النبي عليه الصلاة والسلام في الوثيقة بتاعت نصارى نجران أن نحمي كنائسهم وندب عنهم وندافع عنهم وهكذا. أدي أهو، يبقى الخلافة والتسخير فاهمين معناها الحق والواجب. تالت حاجة فهمت الحق والواجب، طب تعالى بقى عايز تبتدي تبني الكون، عايز تعمر هذه الأرض، قل لي إيه المنهج اللي هتتبعه. يبقى تالت حاجة العمارة والبناء، أو أسفة المنهج والبناء، هتبني قل لي إيه منهجك. في عدة مناهج. يعني من كام يوم ركبت مع سائق شاب جميل جدا متدين بلحية، واتبسطت قوي انه بلحية كده ومبتسم وبيتكلم معايا كامرأة بلطف جدا، فقلت له انت وجهة جميلة جدا للدين وانت لطيف قوي وكذا. فبصيت ابتديت اتكلم معاه، بصي المناهج هو مهتم باللحية ولكن طبعا. بقولك المظهر نوعا ما كده كويس ومبتسم بيضحك وكذا. قال لي لا طبعا يعني انا متفتح وانا فاهم ديني كويس وكذا. النقطة الاولانية انت بتحضر فين؟ فقال لي لا انا ما الحقيقه ما بحضرش بسمع. طيب يمكن وقتك عندك شغل ما ولو ان طبعا افضل شيء في حضور مجالس العلم انك تجلس وتستمع وكذا. بتحضر فين حضرتك؟ قال لي ما بحضرش بستمع. طب بتسمع لمين هنا من الازهريين؟ ايه رايك في الشيخ الشعراوي؟ فبصي التدرج. قال لي الحقيقه لا انا مش بحب. طب الشيخ الشعراوي يعني ما حدش يختلف عليه، ولكن قد يا ستي الأرواح جنود مجندة يمكن ما بيرتاحش في سماعه للإمام الشعراوي. سبحان الله، يعني ده لا يختلف عليه أحد. أنا بسمع لناس وذكر لي أسماء من دولة أخرى. وإن كان بقى لما أنت بتسمعي لناس من دولة أخرى ينبغي أن تراعي الفروق المكانية في الفتوى، أصل فيه فروق باختلاف الأحوال والمكان وكذا. أنت بتسمعي وتطبقي على طول، ودي خطورة شديدة جدا. ابتدى الاول بالامام الشعراوي. طب تسمع لمين؟ لحد من الازهر؟ فبقول لك قال لي لا الازهر لا، احنا طبعا مرجعتنا كلها للازهر، لازم يكون ازهري مرجعه الدعاء حتى للعلماء الازهريين. طيب ما بتسمعش؟ طب وبعدين ابتدت ايه النور الاحمر عمال ينور بعد كده. طيب في ايه؟ قال لي ابتدى يقول لي بقى العسل اللي في باطنه سم، والكلام اللي بنردده من غير ما نفهمه. قال لي انا مرجعيتي الحقيقه اصل حتى الفقهاء الأربعة يعني يخطئون. يعني ابتدينا نطلع من الإمام الشعراوي أهو لأصحاب الإيه اللي الأزهر لا لأصحاب المذاهب الأربعة لا بيخطئوا. أمال أنت مرجعيتك إيه؟ قال لي الكتاب والسنة، أعرض الأمر على الكتاب والسنة فما وافقهم أخذته وما لم يوافقهم رفضته. طب ده شيء جميل جدا. كنت لسه هقول طب ده ما فيش مشكلة بالعكس، ولكن أين فهمك أنت؟ انت فهمك قاصر، انت لابد ان تفهمه بفهم العلماء. بالظبط. احنا اننا اقرا ايه، ما انا ممكن اقرا لك لا تقربوا الصلاه وافهمها بهذا المعنى. لما السيده عائشه راحوا قالوا لها ان الميت يعذب، حديث مرجعيته يعني للنبي الميت يعذب في قبره ببكاء اهليه عليه، قالت كيف انتم من قول الله تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى. هو ذنبه ايه؟ هو ذنبه ايه؟ فان انا بقرا مثلا، انا بديكي مثال يعني، ومن الناس كويس لان في ناس كتير بتظن كده، فكويس ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، فقالوا لك دي في الغناء. تمام. طب ما انا ممكن والعياذ بالله الشيخ محمد الغزالي قال لك تاخذي القران تستخدمي القران لتضلي عن سبيل الله بغير علم فيصبح لهو الحديث، لتستخدمي الايات بقى التكفير وكذا.
إذن أنت فين مرجعيتك؟ أستخدمها على هوايا وأفسرها على هوايا. أيوة أنت قلت الكتاب والسنة، فابتدى يطلع لحد الأئمة الأربعة، فحبيت أشده تاني لبداية الخير. قلت له طب هقول لك حاجة كويسة أوي، ارجع لكثرة الصلاة على النبي كما تكلمنا سابقا، يكن لك النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومرشدا. إزاي؟ قلنا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. معنتها إيه؟ معنتها القرآن تاني، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى، يعني أنت ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي عليك الله وصلاته أن يخرجك من الظلمات إلى النور. النور لأن ما فيش نور إلا مع دنو من رب العالمين، تبقى قريبة ربنا يا رب كلنا، ولا دنو إلا مع عناية من رب العالمين سبحانه وتعالى. يا رب كلنا نبقى أقرب، وكلنا يا رب يعني الختام جملة دي فعلا حلوة جدا، يا رب كلنا نبقى أقرب وكلنا يعني نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فتخيلوا بقى إحنا نصلي على سيدنا محمد ربنا يصلي علينا عشر، يعني يا رب والعشرة إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، بالقرب من رسول الله، المرجعية إلى رسول الله وإلى علمائنا في مصر الأزهريين، لابد عشان يصلح حالنا. ربنا يصلح حالنا جميعا. أنا بشكر حضرتك وبشكركم مشاهدينا، طبعا إن شاء الله هقابلكم يوم الثلاث المقبل، ويوم السبت هتكون معاكم زميلتي مها موسى، إلى لقاء جديد إن شاء الله يوم الثلاث، والختام دائما طبعا بالدعاء. بشكر حضرتك مرة ثانية. ليك شكرا. تفضل نختم الدعاء. اللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، اللهم يا رب العالمين، لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبضت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت، يا رب العالمين. اللهم نسألك يا رب العالمين الأمن يوم الخوف، نسألك الأمن يوم الخوف، والنعيم يا رب العالمين يوم العيلة، عائذين بك من شر ما أعطيتنا، عائذين بك من شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أرنا الحق حقا يا رب العالمين، أرنا في مصرنا الحق حقا يا أكرم الأكرمين، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا يا رب العالمين، وارزقنا اجتنابه. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا يا الله، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، واجعل أحب ساعتنا يا رب العالمين في الدنيا ذكرك وشكرك، واجعل أحب الساعات إلينا في الآخرة لقاءك والجنة والنظر إلى وجهك الكريم، وأن نحوذ بشربة هنيئة من يد الحبيب الأعظم والنبي الأكرم، قائد الغر المحجلين، سيد المرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجمعنا معه تحت لواء الحمد، جعلنا ممن تحققوا بقولك وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. اللهم سقنا إلى الجنة زمرا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. اللهم اجعلنا من الذين قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. اجبرنا يا رب، اجبرنا يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.